السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انقضت الصلاة ولحقت في جماعة أخرى وصليت معهم وتبينت. نعم. يقول السلام عليكم: انقضت الصلاة ولحقت بجماعة أخرى وصليت معهم وتبين لي أن الإمام مسبل الثوب، فماذا أعمل؟ ما تعمل شيء، صلاتك صحيحة إن شاء الله، وهذا مسلم، وكونه مسبل الثوب يحتمل أنه جاهل ولا يدري، ويحتمل أنه متعمد فيكون هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة لأنه مسلم.